قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان هدنة وإنا سير بكم لسريع. قالوا وما الهدنة يا رسول الله؟ قال هي دار بلاء وانتظار، فإن التبست عليكم الأمور فعليكم بالقرآن، فإنه خير دليل إلى خير سبيل، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. أيها الإخوة المؤمنون، مرة أخرى من الصراط المقام للمغفور له، نعيش وإياكم مع أطب القلوب وشفاء الصدور حديث لا يمل سماعه، آيات بينات من كتاب الله العزيز يتلو علينا قارئ قمرية مصر عربية والمقيم بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروتي القارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والإسلامية والمقيم بمحافظة الشرقية. ندعو لقارئنا بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. Yeah.
إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم إن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما إن الله عليم خبير يا
واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود in وما تدري نفسهم ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت
إن الله عليم خبير. وما تدري
تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
يدبر الأمر ثم يعود
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ذلك عالم الغيب الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرقيب الذي أحسن كل وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ Thank you.
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما وقالوا ثم إلى ربكم
ولو ترى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن قبل القول مني فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا
Yeah.
فلا تعلمون ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون لا يستوون فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزلا بما يا سلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن الكريم. وسئل سيدنا نوح عليه السلام وهو في سكرات الموت يا أتر الأنبياء عمرا كيف وجدت هذه الدنيا؟ فقال وجدتها كذلك لا بذات دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا يا إخوة المؤمنون عشنا وإياكم مع خير حديث لا يمل سماعه ألا وهو القرآن الكريم. تلاه علينا قارئ مرية مصر عربية وعلم من أعلام جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الداروطي القارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والإسلامية والمقيم بطارق بمحافظة الشرقية. أيها السادة رتبة الإذاعة والأنوار الكهربائية في هذا المكان والمعرض الفني للفراش الحديث الكبرى إدارة الحق فتح القارح المحل الأول والوحيد في مركز ومدينة منوف